اقسم لكم بالله الراجل اللي بيجي يشيل صفيحة الزبالة من قدام بيتنا على وشه ابتسامة ما شفتهاش على حد. فعلا رجل صالح ورجل مؤمن. ليه؟ قانع. طب وقلة القناعة هتجيب لك التعاسة، هتبقى انت اللي تعيس مش حد تاني. خليك باصص لأي حد. يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. بص عكسها بقى خطير، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عكس الشكر الكفر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما توقفش عند الوقفة دي، ما توقفش عند الآية والله فضل بعضكم على بعض في الرزق مش بالرزق. طبعا الخلاصة إن احنا ما نبصش لحد،